نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سناب شات. لا يستطيع إضافة أصدقاء. نقوم بالتخزين على ضبط الإعدادات، بعد ذلك نقوم بالتخزين على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على تطبيق سناب شات، بعد ذلك نقوم بالتخزين على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالتخزين على الموافقة، بعد ذلك نقوم بالتخزين على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط على المسح التخزين مؤقت، بعد ذلك نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات أيضا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في